السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله هنشرح نص في حب مصر للصف الثاني الإعدادي. أقرأ النص الأول وبعدين هنشرحه. أتنكر ما بي من هواها لها العذر، زهاها الصبا والحسن والحسب الوفو. رويدك إنا في العلا يوم ننتمي، كلانا أبوه النيل أو أمه مصر. لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الظهر. وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا، فموسى على ما أنكروه شاهد بر. بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها يقع النسر. فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا، وإن جر قوم بالسعاية ما جر. إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهضة لنجدتها سيان مرقس أو عمر. ألم ترنا في كل عيد وموسم حليفي ولاء لا جفاء ولا هجر؟ الشاعر محمد عبد المطلب، هو مصري الجنسية، ولد سنة 1871 في محافظة سوهاج، تعلم في الأزهر الشريف وتوفي سنة 1931. من أهم أعماله ديوان عبد المطلب في الشعر وفي النثر تاريخ آداب اللغة العربية أو إعجاز القرآن، أي حاجة نحفظها. أما يتحدث النص، طبعا الشاعر هنا بيتحدث عن عتاب وطن مصر له بعد عودته من سفره البعيد، ولكنه التمس لها العذر مبينا أسبابه، ثم تحدث بعد ذلك عن التاريخ والحضارة والأداب المستمدة من القرآن والإنجيل. تعالوا نشرح النص كده مع بعض. أتنكر ما بي من هواها لها العذر، زهاها الصبا والحسن والحسب الوفو. في البيت الأول تنكر معناها تجحد أو تجهل أو تنفي. طبعاً الآية هنا في الأول دي حرف استفهام بمعنى هل. أتنكر ما بي من هواها، هواها حبها، عكسها كرهها بمعنى أهواء. لها العذر، العذر يعني المبرر، السبب، الحجة، الحجة. عكسها اللو وجمعها الأعذار. زهاها الصبا والحسن والحسب الوفو. زهاها يعني جملها وحسنها، طب عكسها قبحها. الصبا يعني الصغر، عكسها الشيخوخة. الحسن الجمال، والمضاد القبح، جمعها المحاسن. الحسب اللي هو الشرف، القدر، طب جمعها الأحساب. الوفر يعني الكثير، المزيد، المضاد القليل أو النادر. طيب جمع الوفر الوفور. طيب تعالوا نشرح البيت الأول كده. حس الشاعر بمعاتبة مصر له. تخيل الشاعر أن مصر أما تعاتبه على غربته فتنكر حبه لها. فتساءل كيف تنكر مصر حبي لها؟ لكنه سرعان ما التمس لها العذر، لأنها صاحبة الحسن والشرف الرفيع والتاريخ المجيد، صاحبة الحضارات، يعني التمس لها الحق ورأى أنها تستحق أن تستنكر بعد أحد أبنائها عنها. ده البيت الأول. طيب أنا هشرح البيت كله على بعضه وبعد كده هنطلع مواطن الجمال مرة واحدة. في البيت الثاني رويدك
إن في العلا يوم ننتمي، كلانا أبوه النيل أو أمه مصر. رويدك معناها مهلا. طب العكس، أسرع أو عجل. إن في العلا، العلا يعني الرفعة والشرف، طب عكسها إيه؟ الوضاعة. العلا مفردها العليا. إن في العلا يوم ننتمي، ننتمي يعني ننتسب. كلانا أبوه النيل أو أمه مصر، كلانا المقصود به المسلم والمسيحي. لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمد الدهر. ده البيت الثالث. لنا ذروة المجد، ذروة يعني قمة، المضاد سفح أو قاع. طب جمع ذروة، ذرة بالألف، خدها ألف مش تاء. لنا ذروة المجد الذي تحت ظله. المجد يعني الرفعة والشرف. طيب المضاد الضعف، الضعف اللي هي معناها الوضاعة أو الانحطاط يعني، وجمعها جمع المجد الأمجاد. تناسلت يعني توالدت، توالدت، بس المراد هنا توالت وتتابعت. طيب عكس تناسلت إيه؟ عقمت، أصبحت عقيمة. الأحقاب، الأحقاب يعني الأزمان، مفردها الحقب. معناها إيه بالظبط؟ هو الزمن غير محدد، يعني مش فترة زمنية محددة، لا هو الأزمان الغير محددة. اعتمل الدهر، اعتمل يعني ثار، بس المراد تقلب وتغير. الدهر يعني الزمن، وجمعها الدهور والأدهر. نشرح البيت الثاني والثالث. الشاعر هنا يوجه حديثه إلى من يحاول التفريق بين عنصري الأمة المصرية اللي هي المسلم والمسيحي، قائلا له إن مصر صاحبة المجد والرفعة، مهلا تمهل، لن تستطيع، لن تستطيع أن تفرق بيننا. لماذا؟ لأن مصر هي صاحبة المجد والرفعة، ونحن سواء مسلم أو مسيحي ننتمي إلى أب واحد وهو النيل، أو أم واحدة وهي إيه؟ وأم واحدة وهي مصر، ونفخر بهذا الانتماء. فكلانا أبوه النيل أو أمه مصر، فلا فرق بين مسلم ومسيحي. لنا ذروة المجد الذي تحت ظله تناسلت الأحقاب واعتمل الدهر. لنا كلانا المسلم والمسيحي أو أبناء مصر جميعا، لنا قمة المجد العظيم، وتحت هذه القمة توالدت أزمان، أزمنة مختلفة، تقلبت ظهور، ولكن كل الأزمنة، كل هذه الأزمنة جاءت تحت قمة المجد. يعني في كل عصور مصر نحن في المجد، مهما مرت علينا مصاعب أو مشاكل نظل في المجد، نعيش في قمة المجد. في هذه القمة توالدت تحته أزمنة وعصور كثيرة مختلفة على مر الزمن، خلاص. وكأن مجد مصر هو المنبع الذي تدفقت منه أمجاد الأمم الأخرى. أنا لغاية دلوقتي شرحت الثلاث أبيات الأولى. تاني، الشاعر في البيت الأول يستنكر على مصر أنها تنفي
حبه الشديد لها لأنه تركها وسافر، ولكنه التمس لها العذر لأنها صاحبة التاريخ المجيد والحسن والحسب والأمجاد والحضارات و فكان من باب أولى أن إيه؟ أن يبقى فيها. في البيت الثاني يوجه حديثه إلى من يحاول التفريق بين عنصري الأمة قائلا له: مهلا، لن تستطيع التفريق لأننا كلانا ننتمي إلى أب واحد وأم واحدة، الأب واحد وهو النيل وأم واحدة هي مصر. البيت الثالث يقول أننا نعيش، نحن المصريين نعيش في قمة المجد، وتحت هذه القمة تولدت أزمنة وعصور مختلفة، ولكن كل هذه العصور تبقى في المجد، فكأن مصر هي منبع لإيه؟ للأمجاد الأخرى، الأمم الأخرى. نكمل البيت الرابع: وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهد بر. بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها يقع النسر. فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا، أنكروا يعني جحدوا، عكسها اعترفوا، أقروا. وإن أنكروا ملك يعني حكم، سلطة ابن يعقوب طبعا اللي هو نبي الله يوسف عليه السلام. وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهد بر. شاهد يعني دليل، جمعها شهود وأشهاد. بر يعني صادق، عكسها أو المضاد كاذب، وجمعها أبرار. بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها يقع النسر. بنينا يعني أسسنا وشيدنا، أقمنا، عكسها هدمنا. على آداب عيسى، آداب يعني قيم ومبادئ، تعاليم، مفردها أدب. آداب عيسى وأحمد، سيدنا عيسى مقصود به سيدنا عيسى عليه السلام، وسيدنا أحمد اللي هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. منازل عز، منازل يعني مراتب ومكانات، ومفردها منزلة. عز يعني قوة، وعكسها ذل. دونها، دونها يعني تحتها، المضاد فوقها. النسر هنا مش النسر والطائر، لا، مقصود مجموعة من النجوم هي معروفة بأنها تشبه النسر. خلاص. فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. طبعا الإنجيل اللي هو الكتاب المنزل على سيدنا عيسى عليه السلام، وجمعها الأناجيل، والذكر اللي هو القرآن الكريم. أمة اللي هي جماعة من الناس، وجمعها أمم، يؤيدها يعني يقويها، يدعمها، يساندها. طبعا عكسها إيه؟ يضعفها، يخذلها، يعارضها. طيب تعالوا نشرح الثلاث أبيات دي. بيتكلم فيها عن أسس بناء مصر، جت منين المجد والرفعة دي، يعني مادة عائم التي تأسس عليها المجتمع المصري. تعالوا كده نشرح البيت الرابع. بيقول إيه؟ وإن أنكر بعض الحاقدين إقامة نبي الله يوسف عليه السلام في مصر ودوره العظيم والملحوظ فيها، فإنهم لن يستطيعوا إنكار دور مصر في تنشئة سيدنا موسى عليه السلام. فهو خير شاهد وصادق
على منزلة مصر عند الله سبحانه وتعالى. تاني، إن أنكر بعض الحاطبين إقامة نبي الله يوسف عليه السلام في مصر ودوره فيها، فلن يستطيعوا تجاهل وإنكار دور مصر في تنشئة نبي الله موسى عليه السلام، وهو خير شاهد على عظمة مكانة مصر. ده البيت الرابع. البيت الخامس، بنينا على آداب عيسى وأحمد منازل عز دونها أن يقع النصر. نحن المصريين وصلنا إلى مكانتنا العظيمة انطلاقا من مبادئ وقيم وتعاليم سيدنا عيسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة والسلام، وهي منزلة عظيمة جدا يتضاءل ويقل أمامها كل عظيم. البيت الخامس تاني، بأداب سيدنا عيسى وبأخلاق سيدنا محمد عليهما السلام بنينا نحن المصريين عزا ومجدا يفوق النجوم مكانة ويتضاءل أمامه كل عظيم. البيت السادس، فنحن على الإنجيل والذكر أمة يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. ونحن أصبحنا أمة واحدة مترابطة يؤيدها الإنجيل والقرآن بالحق والعدل. القرآن والإنجيل يدلان على شرف هذه الأمة ومجدها العريض. كمل، فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا وإن جر قوم بالسعادة ما جر. إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهض لنجدتها سيانة مرقس أو عمر. ألم ترنا في كل عيد وموسم حليفي ولاء لا جفاء ولا هجر. هنا في الثلاث أبيات الأخيرة بيتحدث عن قوة أبناء مصر واتحادها، الوحدة الوطنية بين المصريين يعني. فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا، فلن تستطيع يعني تقدر أو تتمكن، عكسها تعجز، تفريق تشتيت، عكسها توحيد وتجميع. وإن جر قوم بالسعاية ما جر، وإن جر وإن أذنب، المراد هنا هي معناها أذنب بس المراد هنا حاول أو ارتكب. وإن جر قوم بالسعاية، السعاية اللي هي الوشاية أو النميمة أو الوقيعة جمعها السعايات. وإن جر قوم بالسعاية ما جر. إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهضة لنجدتها سيانة مرقس أو عمر. دعت يعني نادت أو طلبت استنجدت. إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهضة لنجدتها، نهضة يعني قام مسرعا نشيطا، عكسها تخاذل وتكاسل. لنجدتها يعني إغاثتها نصرتها إنقاذها، طب عكسها خذلنها. سيان يعني سواء متساويان، جمعها أسواق، جمع سيان أسواق، سيان مرقس أو عمرو. طبعا مرقس ده اسم للمسيحي وعمر نموذج لأي شخص مسلم. ألم ترنا في كل عيد وموسم حليفي ولاء لا جفاء ولا هجر. موسم اللي هو مناسبة أو زي مراد بها عيد يعني. حليفي ولاء، حليفي يعني متعاهدين، عكسها مختلفين متعاديين. طيب خلفي مفردها حليف، طب جمعها ايه؟ حلفاء. مفردها حليف وجمعها حلفاء، حليفي مسمى. حليفي ولاء، ولاء يعني نصرة محبة قرابة. لا جفاء، جفاء يعني خصام أو بعد، وعكسها ود مودة. ولا هجر، هجر يعني قطيعة، والمضاد وصل.
دي كل المعاني في الثلاث أبيات الأخيرة. طيب الشاعر بيقول إيه في البيت السابع؟ فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا وإن جر قوم بالسعادة ما جر. لن تستطيع أيها العدو مهما طال الزمن أن تفرق بيننا، ومهما حاولت الوشاية أو الوقيعة بيننا فلن تستطيع ذلك. فنحن مسلمين ومسيحيين أمة واحدة مترابطة على أسس متينة، فلن تقدر على التفريق بيننا. ده البيت السابع. الثامن، إذا ما دعت مصر إليها ابنها نهض لنجدتها سيان مرقس أو عمر. مصر متى دعت أبناءها لنصرتها؟ وقت الشدة نهضوا جميعا للدفاع عنها، لا فرق بين مرقس المسيحي أو عمر المسلم، لا فرق بين مسلم ومسيحي. ألم ترنا في كل عيد وموسم حليفي ولاء لا جفاء ولا هجر؟ أبناء مصر دائما مترابطون متحدون، والدليل على ذلك في الأعياد والمناسبات، دائما نعيش متحابين دون خصام أو قطيعة، لا خلاف بيننا، أعيادنا واحدة، مترابطين متحابين دائما وخاصة في الأعياد والمناسبات. نجيب بقى مواطن الجمال كلها من الأول للآخر سريعا كده، من أول النص كله. طيب البيت الأول نطلع فيه مواطن الجمال مع بعض. أتنكر ما بي من هواها لها العذر؟ هنا أسلوب استفهام طبعا واضح، هنا غرضه إظهار اللوم أو العتاب، إن هي أسلوب استفهام غرضه الاستنكار، كيف لمصر أن تنكر مقدار محبة الشاعر لها؟ أتنكر ما بي من هواها لها العذر؟ زهاها الصبا والحسن والحسب الوفا. لها العذر هنا أسلوب توكيد، بأن هو قدم الجار والمجرور على يعني جعل الجار والمجرور الأول قبل كلمة العذر. زهاها الصبا والحسن والحسب الوفا، طبعا هنا تصوير لمصر بفتاة تتجمل وتتزين، وتصوير للصبا والحسن والحسب بأدوات تجملها تجملها، وهنا بيوحي بروعة مصر وعظمتها وإعجاب الشاعر بها. طيب الصبا والحسن والحسب الوفر، تعدد العطف هنا بيدل على تعدد محاسن مصر، تعدد العطف يدل على تعدد محاسن مصر. بين الحسن الحسن أسفة والحسب، بين الحسن والحسب في تجانس لفظي بيدي زي جرس موسيقي بتطرب له الأذن. طيب كده أعتقد البيت الأول. رويدك إن في العلا يوم ننتمي. رويدك أسلوب أمر غرضه التمني. إنا في العلا يوم ننتمي، أسلوب مؤكد بإن، تدل على عظمة مصر وعظمة أبنائها. كلانا أبوه النيل أو أمه مصر، تعبير بيدل على الوحدة الوطنية، وتصوير طبعا هنا للنيل بالأب والإيه ولمصر بالأم. طيب استخدامه للضمير نا كلانا إنا وهكذا، ده بيوحي طبعا بالوحدة والترابط. لنا ذروة المجد، تصوير المجد بجبل شامخ عظيم أو قمة كبيرة، له قمة وقمة
المصريين طبعا تحت هذه القمة على مر العصور والأزمنة طبعا، ويوحي بعظمة المصريين وعلو مكانته. طيب هنا برضو عندي أسلوب قصر بتقديم الخبر شبه الجملة لنا على المبتدأ اللي هي ذروة، ده لسه قايلها دلوقتي، بيفيد التقييد والتخصيص. تاني طيب كلمة تحت ظله، تصوير للمجد بشجرة لها ظل كبير تتتابع الأزمنة تحت هذا الظل. تحت ظله بصور المجد بشجرة لها ظل. تناسلت هنا توحي بكثرة الأمم التي تعلمت من حضارة مصر، والأحقاب هنا برضو جمع تدل على للكثرة، تدل على عراقة مصر وأصالة حضارتها. طيب البيت اللي بعده، وإن أنكروا ملك ابن يعقوب بيننا فموسى على ما أنكروا شاهد بر. إن هنا طبعا أسلوب شرط، أداته إن تفيد الشك، إن هنا شرطية طبعا. أنكروا ده هنا في ضمير للغائب اللي هي يفيد التحقير، عدم الاهتمام بهؤلاء المنكرين. فموسى على ما أنكره شاهد بره، هنا تعبير بيدل على مكانة مصر الدينية. عندي برضو فموسى على ما أنكره شاهد بره، دي ده الشطر ده نتيجة لما قبله، يعني إن أنكروا ملك سيدنا يوسف فالنتيجة بتاعته هيعملوا ايه؟ لو انكروا ده موسى على ما انكروا شاهد بر، فعلاقتها ايه باللي قبلها؟ تعتبر نتيجة لما قبلها. طيب وصف كلمة شاهد ببر بيؤكد صدق الشهادة، وكلمة شاهد وبر الاتنين جم نكرة للتعظيم. خلاص؟ طيب أنكر وشاهد بينهم إيه؟ بينهم تضاد، بيوضح المعنى ويؤكد. البيت الخامس، بنينا على آداب عيسى وأحمد. طبعا تصوير لآداب عيسى وأحمد بقواعد البناء أو الأساس البناء القوي، وده يدل طبعا على قوتها، يعني كأنها هي أساسات قوية بنى عليها المصريون منازل أعزهم. وطبعا لما يكون ده الأساس فده هيوحي بقوة البناء المؤسس على الوحدة الوطنية بين المسلمين والمسيحيين. كلمة إضافة آداب إلى عيسى وأحمد ده هنا بتدل على سمو هذه الآداب وعلو قيمتها ورفعتها. طيب آداب هنا جاءت جمع للكثرة، ومنازل جاءت نكرة للتعظيم، يعني آداب ومنازل جمع للكثرة ومنازل نكرة للتعظيم. طيب عندي بعد كده دونها يقع النصر، تعبير بيدل على مدى علو قدر مصر وارتفاع مجدها إلى درجة تفوق موقع النجوم. خلاص؟ البيت السادس، فنحن على الإنجيل والذكر أمة، التعبير ده بيدل على قوة الوحدة الوطنية وعمقها، يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر،
طبعا الاول بس عندي في الشطر الاولاني اسلوب قصر بتقديم في عندي هنا اسلوب توكيد وسيلته تقديم الجار والمجرور اللي هو على الانجيل والذكر. طيب عطف الذكر على الانجيل الاثنين بيفيد الاتحاد بين عنصري الامه. أمة هنا جاءت نكرة للتعظيم تفيد التعظيم. طيب يؤيدها الإنجيل بالحق والذكر. عندي هنا تصوير للإنجيل والقرآن بشخصين يساندان مصر ويساعدانها في إثبات مكانتها أمام الحاقدين. طيب تكرير كلمة الإنجيل والذكر ده بيوحي تكرار أسفل الإنجيل والذكر ده بيوحي بأن الشعب المصري متدين بطبعه. طيب البيت السابع، فلن تستطيع الدهر تفريق بيننا. ده تعبير هنا بيدل على قوة الروابط. وإن جر قوم بالسعاية مجر، ده هنا التعبير بيدل على فشل محاولات الوقيعة أو الفتنة بين عنصري الأمة. هنا في أسلوب نفي، أسلوب نفي بي. وإن جر قوم بالسعادة مجر، هنا في تعبير بي بي بيبرز أو يوضح تعدد محاولات الأعداء للقضاء على الوحدة الوطنية، ولكن طبعا فشل هذه المحاولات. في عندي تقديم كلمة الجر والمجرور بالسعاية، ده هنا بيفيد التوكيد. وهنا كلمة ما، استخدام ما بيفيد العموم. وقوم جاءت نكرة للعموم والشمول. البيت الأخير، لا الثامن الأول، إذا ما دعت مصر إليها ابنها. هنا استخدام فينا إذا، دي طبعا شرطية بتفيد التحقيق والتأكيد. دعت مصر ابنها، تصوير مصر بأم إيه تستنجد بأبنائها. نهضة لنجدتها، هنا بيفيد على سرعة الاستجابة لنصرة مصر. سيان مرقص أو عمر، تعبير بيدل على قوة الانتماء للوطن. ونهضة لنجدتها، هنا دي النتيجة للشرط اللي قبله، إذا ما دعت مصر نهضة لنجدتها، فهنا ده يعتبر نتيجة للشرط اللي إيه؟ اللي هو إذا اللي قبله. سيان مرقص أو عمر، هنا تعبير بيدل على قوة الانتماء زي ما قلنا عند المسلمين والمسيحيين زي ما قلت من شوية. البيت الأخير، ألم ترنا في كل عيد وموسم. هنا طبعا أسلوب استفهام غرضه التقرير. طيب استخدام المضارع، طبعا كده ما قلت من كتير، يفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. عيد وموسم، جاءت نكرة لإفادة العموم والشمول وبينهما ترادف يؤكد المعنى. طيب ولاء وجفاء، بينهما تضاد يوضح المعنى ويؤكده. لا جفاء ولا هجر، هنا تكرار النفي بيؤكد الحب والترابط. لا جفاء ولا هجر، ان تكرار النفي بيؤكد الحب والترابط بين عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين في مصر. وبينهم ترادف، طبعا يؤكد المعنى، بينهم ترادف يؤكد المعنى. كلمة عيد وموسم، جاءت نكرة للعموم والشمول، ده قلتها.
وقلت أي أفعال مضارع بتفيد التجدد والاستمرار واستحضار الصورة. طيب لما أنا أجي كده كده النص خلص، بس سريعا كده لما أجي أسأل مثلا من المعاتب، مصر هي المعاتبة لمين؟ للشاعر. سبب الاعتاب غيابه فترة طويلة عنها. طيب إيه هو موقف الشاعر لما أحس بمعاتبة مصر له؟ يعني هو في لوم على عدم أو استنكار على عدم معرفتها بمقدار الحب لها، ولكنه التمس لها العذر لأنها صاحبة الحسن والحسب والحضارة والتاريخ طيب بما وصف الشاعر مصر، وصفها بأنها جميلة وذات شرف رفيع. طيب المصريون ينتسبون إلى إيه؟ لأصل واحد، مسلم أو مسيحي، كلانا ننتمي إلى أب واحد وأم واحدة. الأب واحد هو النيل والأم هي مصر. طيب إيه هو اللي بيجمع عنصري الأمة؟ كل المصريين مجتمعين على إيه؟ على حب مصر. لو الحاقدين أنكروا حاجة، أنكروا إيه؟ أنكروا إقامة نبي الله يوسف في مصر. فالشاعر رد عليهم قال لهم إيه؟ قال لهم هم لن يستطيعوا أن يتجاهلوا دور مصر في تنشئة سيدنا موسى عليه السلام، فهو خير شاهد على عظمة ومكانة مصر. طيب إيه هي الأسس أو الدعائم التي تأسست عليها حضارة مصر والمجتمع المصري؟ هي قيم ومبادئ وآداب سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يدل وعلى ما يدل ذلك؟ يدل على عظمة مكانة مصر وتدين أهلها. طيب إيه هي لمصر مكانة مقدسة منذ القدم؟ إيه هي؟ أقام فيها نبي الله يوسف، نشأ بها نبي الله موسى، استمدت القيم بتاعتها من أو التعليم بتاعتها من سيدنا عيسى عليه السلام وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب الوشاة بيحاولوا إيه؟ بيسعوا إلى إيه؟ بيسعوا إلى التفريق بين عنصري الأمة. الشاعر رد عليهم بإيه؟ رد عليهم بأنهم لن يستطيعوا ذلك لأن هنا يد واحد. سبب التماسك إيه؟ إن هي على آداب سيدنا عيسى وسيدنا محمد. طيب إيه الدليل على ده؟ إن إحنا في السراء والضراء مع بعض، في السراء بنشارك الاحتفالات والأعياد بالمناسبات، وفي الضراء لو مصر احتاجت أو كان في مشكلة أو كان في تدخل أجنبي أو أي عائق يعني يقف في طريق مصر، جميع المصريين يقفون يدا واحدة للدفاع عنها، لا فرق بين مسلم أو مسيحي. خلاص، يا رب يكون النص سهل وبسيط، وأشوفكم إن شاء الله في نص تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.